السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، بصحة جيدة وفي أحسن الأحوال، وكيف ما عودتكم دائما الجديد مع نوال المذكورية. ومرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. اليوم شت لكم هاد الشقة هادي، باغا تباع، اللي بغاها مرحبا. فيها 100 متر، جات في الدوزيام، كاينين 3 سكان اللي كاينين، وكل واحد وحقه في السطح، كل واحد ونصيبه في السطح. جات على الشارع، عندها 2 واجهات مشمشة، جميع المرافق حداها. جات في سيدي مومن، حي الدومة، شارع النهضة، اللي بغاها مرحبا. وبالنسبة للبارتنات اللي باقين عندي، كيف ما كنقول لكم دائما، راه كاين الجديد في القناة، دخلوا شوفوهم، حيت بزاف الناس كيتواصلوا معايا كيسولوني، راه كاين البارتنات في القناة، وكاين اللي باقي ما نزلتهمش، غادي ننزلهم ان شاء الله. تابوناو في القناة باش يبقى يوصلكم الجديد، وبارطاجيو القناة مع العائلة والأحباب والأصدقاء ديالكم، باش تعم الفائدة وباش تشجعوني حتى أنا نزيد نحط أكثر. وبالنسبة لهاد البارطمة هادي، راها مصلوحة، عندها 2 واجهات مشمشة، 3 سكان اللي كاينين، جات على الشارع، جات في موقع زوين، في بلاصة زوينة، وجميع المرافق حداها، كل شي كاين حداها. وكما قلت لكم، بالنسبه للبارطمانات اللي باقين عندي، فكاين سيدي مومن، اناسي، البرنوصي، الحي محمدي. اللي بغى شي حاجه مرحبا، تساروا في القناه، واللي بغى شي حاجه مرحبا، غادي نخلي لكم الرقم اسفل الفيديو. وبالنسبه لهاد البارطمان، فيها 3 بيوت، صالون، كوزينه، مراح، دوش وطواليت. اللي بغاها مرحبا، يتواصل معنا على الرقم اللي غادي نخلي لكم. وبالنسبه للبارطما الطروازيام، يعني راه فوق هاد البارطما هادي، راه هي اللي تباعت، اللي كنت حاطه في القناه، كيسولوني عليها الناس بزاف. المهم هادي راه الدوزيام ديالها، وهاديك راه الطروازيام، هي اللي تباعت، وهادي يلاه نزلتها دابا في القناه. اللي بغاها مرحبا، وغادي نخليكم مع تتمه الفيديو.